هذه المرة لصانع فريق اتحاد الصحفيين الرياضي. السلام عليكم، عادل الرحموني الكاتب العام للمكتب الإداري والتنفيذي لاتحاد الصحفيين الرياضي المغاربة. أولا كنشكر كل القائمين على هذا الدوري لكرة القدم المصغرة في نسخته الثانية بمناسبة تأبين أمين المال السابق الله يرحمه حسن شلول اللي كان أول أمين المال في الفرع الجهوي لاتحاد الصحفيين الرياضي اللي فرع جهة مكناس تافيلات آنذاك. الفرق المشاركة كنشكرهم على الروح الرياضية ديالهم، على المشاركة ديالهم، وكنشكر الفرع الإقليمي ديال مدينة مكناس اللي شرف على التنظيم، وكذلك على المستشفى محمد الخامس اللي شارك، وعلى فريق ديال عين شبيك، وكذلك الفريق ديال المدربين اللي بمدينة مكناس، وعلى كل القنوات اللي جات باش تغطي هذا الحدث، منها قناة الدار اللي كنعتزوا بها وأنها عضوة معنا في المكتب ديال اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة. وشكرا. شكرا خي جواد، شكرا لجريدة الدار على هذه الاستضافة الكريمة، البريشي نور الدين رئيس فرع اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة فرع مكناس. ارتأينا رفقة جمعية المدينة الصحافة والرياضة وجمعية تكوين النجوم نبي مركب الرياضي عين شبك على حفل تنظيم حفل التأبين، حفل التأبين على شرف المرحوم حسان شلو رحمة الله عليه. نحن الآن في الدورة الثانية. نشلو صحفي وامين المال ديال فرع اتحاد الصحفيين الرياضيين فرع مكناس السافلات سابقا رحمه الله عليه، وارتئينا غادي ان شاء الله غادي ناخذوها كعاده، غادي نبقاو نظموها كل سنه ان شاء الله بحول الله. السي حسان الله يرحمه كان من الناشطين في مجال الصحافه وفي اتحاد الصحفيين اللي عطى الشيء الكثير للرياضه هنا في مدينه مكناس، ومن هذا المنبر كنشكروا كاع الحضور اللي حضر معنا، سواء الصحفيين سواء رجال الرياضة، وكنشكر جمعية النجوم في شخص نور الدين الشيكي اللي أعطانا هذا الفضاء الجميل لتنظيم هذا الحفل، وكنشكر مرة أخرى السي جواد وجريدة الدار، ونتمنى إن شاء الله هذه العادة تستمر إن شاء الله، وإن شاء الله بغينا الرياضة في مدينة مكناس تزدهر، وحنا يدينا مدودين كاتحاد الصحفيين الرياضيين وكجمعية المدينة باش دائما نكونوا إلى جنب الرياضيين. وشكرا السي جواد. مرحبا بكم مشاهدي قناة الدار في هذه المقابلة في هذا الحفل التأبيني للمرحوم الصحفي حسن شلو، مبادرة يعني من جمعية ديال اتحاد الصحفيين المغاربة وجمعية المدينة للصحافة والرياضة ومجموعة وجمعية نجوم عين شبيك، مبادرة طيبة من أجل استحضار روح الفقيد بهذه المناسبة. فاحنا كنتقدموا بالشكر الجزيل لهذه الجمعيات وجميع الفاعلين اللي شاركوا في الإنجاح ديال هذا الحفل هذا، وجميع المشاركين يعني اللي شاركوا معنا، واللي يعني بمجرد أننا وجهنا الدعوة فما ترددوش يعني بتاتا في التلبية ديال الدعوة، وكانوا حاضرين في الموعد. كنشكرهم جزيلا، وكنشكروا جميع المنابر الاعلاميه اللي حضرت معنا بهذه المناسبه هذه، وجريده الدار ايضا فهي كنخصوها بجزيل الشكر، وشكرا لكم على يعني على الحضور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على مولانا رسول الله وعلى وصحبه. اليوم ارتأت جمعية الاتحاد الصحفي الرياضي فرع جهة فاس مكناس، وجمعية المدينة للصحافة والإعلام، باش أنهم انضموا واحد الدوري ديال واحد أربعة الفرق، هاد أربعة الفرق اللي تتكون اللي هي قدماء عين الشبيك، وفريق اتحاد الصحفي الرياضي المغاربة، وفريق مستشفى مضيف المستشفى محمد الخامس، وفريق نجوم واطور المدربين بمدينه مكناس. هذا التعبين هذا الدوري هذا يعني انه تنظم كتعبين لواحد الزميل ديالنا، واحد الصديق ديالنا، واحد الاخ ديالنا السي حسان شلو اللي وفاته المانيه بالضبط في 2008 بعد واحد حادثه سير رحمه الله. السي حسان شلو كان امين المال ديال الاتحاد الصحفي الرياضي المغاربه بفرع فاس مكناس، وفي الحقيقه كان نعم الرجل، يعني رجل خلوق، رجل طيب، يعني انه كان قدوه ديال جميع الاعضاء، يعني انه كان انسان تيضحك
يضحي من الوقت ديالو من المال ديالو. والحمد لله هنا من هذا المنبر هذا يعني انا تنشكر المنظمين اللي انهم فكروا باش يديروا هذا التعبين هذا، وهذا التعبين الثاني ان شاء الله من بعد ما كان التعبين ديال 2019 وبالضبط هذا التعبين اللي دار في 2022. والحمد لله مباراة انهم حضروا لها جميع اللاعبين اللي انهم لعبوا مع فرق وطنيه وفرق محليه، والناس اللاعبين اللي عطاو الكثير لكره القدم. والحمد لله اليوم دابا حنا وصلنا فريق اتحاد الصحفي الرياضي المغربي وفريق عين سبيكه انهم وصلوا لواحد النهايه. هذه النهايه اللي تتمناو ان شاء الله تكون يعني الفائز، المهم اللي انتصر هو هذاك، ولكن الفائز هو هذا الدوري وهو التعبين هذا. والحمد لله هنا اليوم كنشوفوا الاصدقاء ديال سي حسن سلو كلهم حاضرين، الزملاء ديالو والناس اللي عملوا معاه بحكم انه كان اطار في وزاره التربيه الوطنيه. يعني سي حسن سلو الانسان اللي في حقه فقدته مدينه بناس وفقدوا المغرب كامل بالحكم انه كان كمسير في كره الطائره في الفتره ديال مع فاش كان سي حميد روان، يعني ذاك كان رئيس ديال كره الطائره، وفي الفتره ديال الانسان كان هو الكاتب العام وكان تيضحي. وفي الفتره ديال حسن سلو كره الطائره كانت تعيش واحد الفتره ذهبيه وحقوا نتائج مشرفه، حقوا البطوله وحقوا الكاس. ورحمه الله وتنتمنى لهم الله عز وجل ان يغفر له ويسكنه فسيح جنانه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والله يلحقنا لهم والمسلمين وداهم بقوا لله وانا لله وانا اليه راجعون. تنشكروا اول حاجه على الجريده الالكترونيه ديال الصحيفه ديال الدار اللي كتغطي كاع الانشطه ديال الرياضيه ولا الثقافيه ولا الاجتماعيه. اليوم كنحضروا النشاط اللي هو رياضي واجتماعي في نفس الوقت، اللي هو الدوري الثاني، الدوره الثانيه ديال المرحوم حسن شلو. معكم من محمد جليلي رئيس العصبه الجهويه فاس مكناس لكره القدم. اليوم تنحضروا لحفل التأبين اللي في الدوره الثانيه ديالو، الاخ اللي عاشروه مجموعه من الاخوان الصحفيين الرياضيين اللي هو السي حسن شلو. وكنشكروا الجمعيه ديال التكوين نجوم التكوين الرياضه في هذا الفضاء ديال عين الشبيك، اللي فضاء ممتع، اللي اليوم جمعوا مجموعه من الفاعلين الرياضيين ولا الثقافيين ولا الاقتصاديين. كنشكروا الجمعيه ديال الاتحاد للرياضيين الصحفيين وجمعيه المدينه الصحافه الرياضيه على هذا التنظيم وعلى حسن الاستقبال، واللي جمعوا مجموعه من الاخوان في المنطقه ديال برج مولاي عمر بالضبط في عين الشبيك، اللي شاركوا فيه القدماء ديال عين الشبيك في هذا الدوري حيث فازوا به. حنا الاهم في هذا الشيء هو العمل الاجتماعي، تنورثوه على الابناء ديالنا كما كتشوفوا الاطفال والابناء ديالنا كيشوفوا بان كاينه ثقافه ديال الاعتراف وثقافه بان هذا السيد هذا ما ماتش، ولكن الاعمال ديالو والثقه ديالو مع الاخوان واللي عطاو مجموعه ديال الكلمات في حقه. فالمرحوم كان كما عاشروا الاخوان انه كان له الصدر رحب، وانه كان يعني كيحب هذا العمل من القلب ديالو. وكنبلغوا الرساله للعائله ديالو بان مازالين الاخوان ديالو الاصدقاء ديالو كيذكروه بخير واللي كيتواجدوا معنا اليوم. تحيه رياضيه لجميع الاخوان على مثل هاد البادرات ومثل هاد المبادرات اللي كدار على الصعيد ديال المدينه مكناس وبالخصوص منطقه ديال عين شبيك اللي كترسخ الثقافه ديال الاعتراف. تحيه رياضيه لجميع الاخوان والاخوان نور الدين الشيكي ولا عبد اللطيف الشيكي اللي فاتحين هذا الفضاء لجميع الانشطه اللي كتهدف الناحيه الانسانيه والاجتماعيه. شكرا للاخوان، شكرا للجريده الالكترونيه ديال الدار اللي دائما كتواكب الانشطه ديال مدينه مكناس. شكرا للاخوان كامل. الكاس الاولى للفريق الفائز بهذا الدوري، ويتفضل بتسليمها رجل من ابناء الحي نذر نفسه لخدمه الرياضه والرياضيين والعمل الجمعوي، رجل لا يتوانى عن الحضور في كل مناسبه تتغيى خدمة الأهداف الإنسانية والاجتماعية والرياضية. والحديث عن الأخ، وأقول الأخ لأن ما يربطني به يرقى فوق مستوى الرياضة والعلاقات الأخرى، الأخ محمد جليلي رئيس عصبة مكناس فاس لكرة القدم. اتفضل عميد فريق أمل عين شبيك
ليتسلم الكأس من السيد محمد جليلي. وصورة تذكارية، صورة تذكارية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.